يشهد مشروع الطريق المزدوج الرابط بين مدينة سوري الغزلان وعاصمة ولاية البويرة تأخرا في أشغال إنجازه، الأمر الذي لقي استياء وتذمر المواطنين، سيما أن الوزير السابق للأشغال العمومية سيد بوجمعة الطلعي وعد بتسليم هذا المشروع شهر جوان 2017، أما الوزير الحالي عبد الغني زعلان فحدد شهر جوان 2018 كتاريخ لدخول هذا الطريق حيز الخدمة، وها هي المواعيد قد انقضت والمشروع لم يسلم بعد. البويرة وسور الغزلان نستلم هذا المشروع في شهر جوان المقبل، وهذا المشروع راح يفتح لنا الأفاق خاصة مع جنوب الولاية وجنوب الولايات الأخرى. مشروع الطريق المزدوج الذي يربط عاصمة الولاية بالمناطق الجنوبية والذي يدخل في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 انطلقت أشغال إنجازه منذ أزيد من 5 سنوات، إلا أنه لم يسلم في وقته المحدد، وهذا بالرغم من حرص السلطات المحلية والوطنية على فتحه في وجه حركة المرور في أقرب الأجل. الطريق هذه راه عند 10 سنين ويخدموا فيها مازال ما كملتش. ولاية الجنوب راهم يعانوا من هذا الطريق، وخاصة بلدية الهاشمية كان سيركيلاسي وطريق مكسرة ثاني من هي راه كارثة. الطريق هذه دوبل فوا بويرة صور شغل طولت بزاف، وعندنا مدة وحنا نستناو شاك فوا يبلوكي، وسيرتو مازال ما فتحولناش هذا البون، بزاف يستعملوها، بزاف صحاب الصحراء قاع يجوزوا منها. صحاب راك تشوف هناك شحال البلديات الهاشمية تعمرت، والله غالب شاك فوا نستناو وكتاش ما كاش. تسليم هذا المشروع الهام من شأنه تسهيل حركة السير وتقليص عدد حوادث المرور. طريق الرابط بين مد بردي الهاشميه سور الغزنان تكسر قاع ما بقاش فيها، وصراو ديزاكسيدو كبار تما. لو كان يتفتح الطريق هذا يخفف ضغط كبير على خاصه على منطقه الهاشميه. درك ما فتحوش هذه، درك الطريق هذيك اللي من هنا راه مكسره، ديفياسيون من هنا راه مكسره، ويدخلوا لابيل تاع الهاشميه سيركيلاس بزاف الناس عاني. وبين شهر جوان الوزير طلعي وشهر جوان الوزير زعلان يبقى تاريخ تسليم هذا المشروع مؤجل إلى أجل غير مسمى.